وفي شأن ذي صلة، اعتبر المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي أن إجراء انتخابات في سوريا هو سبيل لحل الأزمة، ودعا خامنئي إلى قطع الدعم المالي والعسكري عن المعارضة السورية. من جهته قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية أمير عبد اللهيان إنه لم تجرى أي صفقة بشأن مستقبل سوريا السياسي، وأكد أن وفد بلاده الذي شارك في اجتماع فيينا بشأن سوريا قبل يومين لم يسمح باتخاذ أي قرار نيابة عن الشعب السوري.